في آخر حصيلة لتفشي فيروس كورونا كوفيد-19 عبر العالم، فقد بلغ عدد الإصابات أكثر من 2,200,000 حالة إصابة مؤكدة، وأزيد من 148,000 حالة وفاة، فيما تبقى الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الأكثر تضررا من وباء كورونا، حيث سجلت لوحدها أزيد من 32,000 حالة وفاة، فيما سجلت أوروبا قرابة 93,000 حالة وفاة.